تحياتي لكل زمايلي اللي بيسمعوني النهاردة. بإذن الله هكمل معاكم مانجمنت اوف دايابيتس. الفيديو ده هيكون بالاكتر فارماكولوجيكال ابروتشز تو جلايسيميك كنترول ان تايب 2. بس قبل ما اتكلم عن التريتمنت بتاع تايب 2، في 3 اسئلة جولي من الفيديو اللي فات، سريعا هرد عليهم وبعدين نبدأ في التايب 2. اول سؤال كان عن انسولين ريزيستنس، هاو تو دايجنوز وهاو تو تريت. انسولين ريزيستنس الدايجنوز بتاعه مني يعتمد على الكلينيكال. لو عيان تايب 1 هتلاقي انه بياخد جرعات انسولين عاليه خالص عشان يظبط السكر بتاعه. رفلي لو هو بياخد اكتر من 2 يونت لكل كيلو يبقى هو كده فيه انسولين ريزيستنس. هو الانسولين يعني مفيش ماكسيمم دوز من الانسولين، فاضطر تدي انسولين لحد ما سكر العيان يظبط. التايب 2 او العيان يكون لسه بري دايابيتك او مش دايابيتك اصلا، هتعرف منين الانسولين ريزيستنس؟ لو لقيت المريض ده الويست هيب ريشو بتاعه عالي، اللي هي الابل شيبد اوبيزيتي، او العيان ده فيه ديسليبيديميا، الترايجليسرايد بتاعه عالي، هايبرتنسيف، في بوليسيستيك اوفري، في اكنسوزيس نيكريجانس، او المريض سكره مش متظبط على انواع كتيره من الدراجز بالنسبه لتايب 2. طيب ده بالنسبه للدايجنوزز مين الكلينيكال. لكن هو في تحليل ممكن يتعمل اللي هو هما اي ار. الهما اي ار ده بيتعمل لاغراض بحثيه اكتر من اننا نشخص، لان التشخيص بيبقى كلينيكال اصلا. الهما اي ار ده بيشوف نسبه الانسولين في الدم للفاستنج بلاد شوجر. كل ما كان نسبه الانسولين عاليه علشان تخلي الفاستنج نورمال او تظبط الفاستنج يعني، فده معناه انه في انسولين ريزيستنس. لكن انت مش محتاج تحليل يعني عشان تعرف الانسولين ريزيستنس، لان هو مين اللي بيتشخص كلينيكال. طب ايه التريتمنت؟ المين ستيب للتريتمنت بتاع الانسولين ريزيستنس هو الويت ريدكشن. ده مفتاح الانسولين ريزيستنس هو الويت ريدكشن. الويت ريدكشن من 5 لـ 10% من وزن المريض، ده بيحسن الانسولين سنسيتيفيتي وبيخلي جرعات الانسولين اللي ماشي عليها المريض تقل كمان. ولو المريض عمل برياتريك سيرجري ده بيقلل جرعات الانسولين. في ناس بتاخد 30% من الانسولين اللي كانت بتاخده وتبقى متظبطه عليه. تاني حاجه الادويه بالنسبه لتايب 1 البروفد، بس اللي هو الميتفورمين ممكن ياخد لحد الماكسيمم دوز. بالنسبه لتايب 2 ممكن الميتفورمين او السايزوليداين دايونز اللي هم البايوجلوتازون وروزيجلوتازون. بعدين تاني سؤال كان عن الميكس ستارد في تايب 1، وليه الميكس ستارد ما بنستخدموش، وهو كوست بنفيت ريشيو، وانه في عيانين ما تقدرش تجيب الانواع التانية. وانه هو الميكس ستارد 70-30 ده عبارة عن ريجولر ومعاه بيزل للانسولاتورد، فهو لو هيتاخد في تايب 1 هيبقى قبل الفطار وقبل العشاء، والوجبة الغداء هيتحتاج رابد اكتنج انسولين علشان تغطي البيك اللي هتحصل اثناء الغداء، وساعتها ممكن يبقى يكمل به المريض يعني. بالنسبه لثالث سؤال كان عن اللانتوس اللي هو الجلارجين 100. انا كنت بقول انه المريض اللي هياخد اللانتوس هيمشي على اللانتوس في نفس الميعاد، لو هو بياخده الساعه 9 هيكمل عليه الساعه 9 كل يوم. فهو السؤال كان انه لو المريض افتكر اللانتوس بتاعه متاخر على الساعه 1-2 بالليل ايه اللي هيحصل؟ هياخد الجرعه ولا هيعمل ايه؟ هو هياخد الجرعه بتاعته، بس هتبقى جرعه معدله. لو افترضنا ان هو بياخد مثلا 24 وحده في ال 24 ساعه، يبقى هو كده كانه يونت لكل ساعه. لو افتكرها متاخر 4 ساعات يبقى هياخد 20 وحده اول ما يفتكرها، وبعد كده هيرجع لنفس الميعاد اللي كان ماشي عليه وياخد الجرعه كامله. ده بالنسبه لللانتوس. لكن بالنسبه للتوجيو والترسيبا، الحاجات اللي بتشتغل من 36 ساعه ل 42 ساعه دي اول ما يفتكر المريض هياخد نفس الدوز اللي كان ماشي عليها. دي بالنسبه لاسئله الفيديو اللي فات. بالنسبه للتريتمنت اوف دايابيتس تايب 2، هي الامريكان دايابيتس اسوسيشن قالت انه العيان اللي هيجي متشخص ان هو دايابيتس وتايب 2، لو لقيت الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعه اعلى من 10 والمريض ده فيه كاتابوليك مانيفيستيشنز. الكاتابوليك مانيفيستيشنز ان العيان عمال يخس وفيه بوليوريا وبوليديبسيا وبوليفيجيا، يعني السكر اللي بياخده مش قادر يدخله جوه الخلايا، فبالتالي بيكسر الفات وبيكسر البروتين علشان يعمل جلوكونيوجينيسيس، وفي نفس الوقت السكر ده مش قادر يدخل جوه الخلايا، فالعمليه دي تتكرر فيدخل المريض في حاله كاتابوليزم ان هو الوزن بتاعه يبتدي يقل ومعاه مانيفيستيشنز اوف هايبرجلايسيميا. ساعتها المريض ده يفضل ان هو يبتدي الانسولين على الاقل الفتره اللي هو فيها الديسك جلايسيميا لدرجه الكاتابوليزم، وبعد كده المريض ممكن بعد 3-4 شهور لما الاي 1 سي بتاعه يتظبط ممكن برضو يرجع يكمل على اورال.
لكن لو المريض الهيموجلوبين اي وان سي بتاعه تحت العشرة او 10 ومعهوش كاتابوليزم، يبقى كده هنبتدي الاورال هايبوجلايسيميك دراجز. الاي دي اي قالت ان الميتفورمين هو البداية لكل العيانين، بس في حاجات تانية هشوفها لكل مريض علشان على اساسها اشوف تاني حاجة ممكن استخدمها بالنسبة للمريض. هشوف بالنسبة للمريض ده هل في كوموربيديتيز، يعني العيان ده اثيروسكليروتيك كارديو فاسكولار ديزيز، هل هو معاه سي كي دي، هل هو في هارت فيلير، العيان ده الويت بتاعه اخباره ايه، هل هو محتاج يعمل ويت لوس، هل هو محتاج يعمل ويت جين، هل هو المريض ده مش عاوز يزيد في الوزن. كمان قالت ان احنا هنشوف هل هو المريض ده عرضة للهايبوجلايسيميا، معاك كوموربيديتيز، عايش لوحده، خايف يدخل في هايبوجلايسيميا وهو لوحده، وفي نفس الوقت الكوست بالنسبه له هيبقى شكله عامل ازاي، يعني السوشيو ايكونوميك ستيتس بتاعه المريض. هعمل ايفالويشن للكام حاجه دول، وعلى اساسها هبتدي اختار للمريض الادويه اللي هي الاد اون بعد الميتفورمين. يعني احنا البدايه ميتفورمين للكل، هياخد ميتفورمين. تاني حاجه على اساس الحاجات دي يبقى هنختار من الادويه اللي جايه. لو لقينا العيان استابلشد اثيروسكليروتيك كارديوفاسكولار ديزيز، يبقى المريض ده يفضل ان هو يبتدي بالجليب 1 ريسبتور اجونست او الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 انهيبيتور. لو لسه الدنيا مش متظبطه هياخد الاثنين مع بعض، او يضيف الدي بي بي 4، يضيف الدي بي بي 4 على السجلت 2، لكن ما ينفعش يضيف الدي بي بي 4 على الجليب 1 ريسبتور اجونست، لان بعد كده هقول لكم انهم بيشتغلوا بنفس الميكانيزم. لو لسه مش متظبط هيضيف حاجه تاني بقى، بيزل الانسولين، البيوجلوتازون او السلفونيل يورياز. وبعد كده لو الدنيا برضو مش متظبطه معايا ساعتها بينقل على من البيزل الانسولين على البيزل ريجولر. طيب لو المريض ده هارت فيلير او سي كي دي، قالت لو هو هارت فيلير او سي كي دي يفضل ان هو يبتدي بسجلت 2 انهيبيتور او الجليب 1 ريسبتور اجونست اللي هم ليهم كارديوفاسكولار بروتكتيف ايفيكت. لو الدنيا مش متظبطة يبقى احنا هنضيف للمريض ده، ممكن يضيف دي بي بي فور انهيبيتور، طبعا اللي سجلت دو مع الجليب 1. الدنيا مش متظبطة ممكن نضيف الدي بي بي فور انهيبيتور مع اللي سجلت دو، بس ما يكونش الساكسا جليبتين، لان الساكسا جليبتين ليه برضو بوتنشال ريسك في الهارت فيلير. بعد كده ممكن نضيف البيزل انسولين والسلفونال يورينز. بالنسبة للبيوجلوتازون والريزوجلوتازون اللي هما سويزولي داين دايونز، دول في الهارت فيلير ممكن يعملوا اكسسربيشن، فيفضل ان نبعد عنهم. بعد كده قالت ان لو المريض ده عرضه للهايبوجلايسيميا وانا مش عايزاه يدخل في هايبوجلايسيميا، بختار اي مجموعه من الاربعه اللي هم اقل حاجه في الهايبوجلايسيميا، اللي هم الدي بي بي 4 انهيبيتور، الجليب 1 ريسبتور اجونست، الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 انهيبيتور، والسيزولي داين داينز. لو الاي 1 سي مش متظبط يبقى هعمل كومباينيشن من الدراجز دي، بس الدي بي بي 4 ما بيتاخدش مع الجليب 1، لان في الاخر هقول لكم انها نفس الميكانيزم في اكشن. لو الدنيا برضو لسه مش متظبطه خليها تريبل، ولا لسه مش متظبطه يبقى ساعتها هنضيف البيزل انسولين وابتدي او السكند جينيريشن سلفونيل يوريا اللي هي لو ريسك الهايبوجلايسيميا. لو الدنيا مش متظبطه ساعتها هنضيف البيزل انسولين ويتحول المريض على انسولين. لو المريض ده بيعاني من ويت جين او هو محتاج يعمل ويت لوس، يبقى اكتر اتنين بيعملوا ويت لوس اللي هما الجليب 1 ريسبتور اجونست والسجلت 2. لو لسه الدنيا مش متظبطه نضيفهم الاتنين مع بعض. لو الدنيا مش متظبطه يبقى المريض ده هيضيف حاجه تاني زي الدي بي بي 4 انهيبيتور، بس مش للناس اللي على الجليب 1 ريسبتور اجونست، اديني قررتها. بعد كده هيضيف الحاجات التانية بقى، السلفونيل يوريا، سيزولي داين دايونز، البيزل انسولين، ويكمل بقى لو الدنيا مش متظبطه خالص هيكمل على انسولين على طول. طيب لو المريض ده اصلا في مشكله بالنسبه له بالنسبه لثمن العلاج، يبقى ارخص حاجتين السلفونيل يوريا مع السيزولي داين دايونز، هيبتدي بواحد فيهم. لو الدنيا مش متظبطه هيضيف التاني، لو لسه الدنيا مش متظبطه يبقى ساعتها هيدخل على الانسولين سيرابي. الدي بي بي 4 او السجلت 2 في حاجات منهم برضو سعرها يعني كويس ممكن ياخدوها قبل ما يدخلوا على الانسولين. طيب تعالوا نشوف المجموعات اللي احنا اتكلمنا فيها دي واللي بيشتغلوا ازاي وجرعاتهم ايه وايه السايد افكتس منهم. اول حاجه البايجونايد اللي هو الميتفورمين والفينفورمين. الفينفورمين اتلغى من زمان خلاص، كان بيعمل لاكتيك اسيدوزز، موجود الميتفورمين. الميتفورمين الجرعه بتاعته
الميكانيزم في اكشن بتاعه في الاول ان هو بيزود السنسيتيفيتي بتاعه التيشو للانسولين، فبيقلل الانسولين ريزيستنس، وكمان بيقلل الجلوكوجينيزيس في الليفر من للجلوكوز برودكشن يعني، ويقلل الابيتايت، عشان كده ممكن ينقص الوزن. الدوز بتاعته انتوا هتلاقوا في السوق منه، في منه 500 و850 و1000. الماكسيمم دوز بتاعته 2550، اللي هي 850 ثلاث مرات، دي الماكسيمم دوز من الميتفورمين. طيب ايه السايد افكتس بتاعته؟ جي اي تي ابسيت. جي اي تي ابسيت دي ممكن تحصل مع الميتفورمين، تخلي المريض اصلا يرفض ياخد الميتفورمين تماما، بتبقى عباره عن نوزيا وفوميتنج ودايريا. عشان كده يفضل ان احنا نبتدي بجرعات قليله زي ال 500 او ال 1000، وبعد كده نزود على مدار اسبوعين. الميتفورمين ممكن يقلل فيتامين بي ابزوربشن، فيعمل فيتامين بي 12 ديفيشنسي. لو الفيتامين بي 12 مش هيتقاس في الدم، يبقى يفضل ان المريض ياخد فيتامين بي سبلمنت مع الميتفورمين. ممكن يعمل لاكتيك اسيدوزيس في العينين الدي هايدريتد ومعاهم سيفير ماسكولار اكسرسايز، ممكن يدخلهم في لاكتيك اسيدوزيس. ما بيستخدمش في حالات الهيباتيك والرينال امبيرمنت علشان ما يدخلش المريض في الاسيدوزيس. طب ايه البينيفيتس من الميتفورمين؟ الميتفورمين من ضمن الحاجات اللي بتزود الانسولين سنسيتيفيتي وتقلل الريزيستنس، كمان بيعمل ويت ريدكشن. من اقل الحاجات اللي ممكن تدخل المريض في هايبوجلايسيميا، وليه كارديو بروتكتيف افكت. فدي البينيفيتس بتاعه الميتفورمين في تايب 2 دايابيتس. الاي دي اي قالت ان الميتفورمين هنبتدي ميتفورمين لكل العيانين، وبعد كده الكلام اللي احنا قلناه نشوفه مع كارديوفاسكولار ديزيز ريسك او سي كي دي او عرضه للهايبوجلايسيميا، او العيان عايز يعمل ويت ريدكشن، او الكوست بتاعه اخباره ايه. الحاجات دي هشوفها بعد ما اكون ضفت الميتفورمين. يعني الميتفورمين اساسي، دي اول حاجه. الميتفورمين موجود على السيدوفاج، في تركيز 500 و1000، وفي 850 جلوكوفاج، في ميتفورمين باي نيم، وفي جلوكوفاج اكس ار. الجلوكوفاج اكس ار لو هياخد العيان جرعه 1000، والكوفاج اكس ار هياخده قرص قبل الغداء. لو هياخد الميتفورمين توايس، يبقى بعد الفطار وبعد العشاء. الجليب 1 ريسبتور اجونست، وده اللي هو لو المريض معاه كارديوفاسكولار ديزيز ريسك، سواء اثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز او هارت فيلير او سي كي دي بروجريشن، او العيان معاه سي كي دي، يبقى مجموعة الجليب 1 ريسبتور اجونست من ضمن الحاجات اللي تتحط في الاعتبار. بس المشكلة ان سعرها غالي جدا، فصعب انك تلاقي المريض اللي هيجي يكشف عندك اللي هتقدر تكتب له العلاج ده، لانه علاج غالي. اللي احنا اللي موجودين من الجليب 1 ريسبتور اجونست وبيستخدموا في مصر، الدولا جلوتايد اللي هو التروليست اللي عاملاه شركة ليلي، الاكزينا تايد اللي هو البايتا، والليرا جلوتايد اللي هو الفيكتوزا. في لكسيناتايد، وفي سيماجلوتايد، وفي اكستند ريليز اكسيناتايد. طب ايه الميكانيزم اوف اكشن اوف جليب 1؟ هو الانسان لما بيبتدي ياكل الاكل بتاعه، بعد ما بيحصل له دايجيشن في الاستومك، بيدخل على السمول انتستين. لما القيم يوصل للسمول انتستين، والقيم ده يبقى فيه جلوكوز، بيحفز السمول انتستين انها تطلع هرمونز اسمهم انكريتين، اللي هم الجليب 1 والجي اي بي. جليب 1 يعني جلوكاجون لايك بيبتايد 1، والجي اي بي اللي هو الجاستريك انهيبيتوري بيبتايد. الاثنين دول بيروحوا على الجليب 1، بيروح على الريسبتور بتاعه اللي هو الجليب 1 ريسبتور، اللي هو الجلوكاجون لايك بيبتايد 1، بيروح على الريسبتور بتاعه على البنكرياس، ويروح مطلع انسولين. مش بس كده، ده كمان بيروح للالفا سيل ويقول لها اهدي شويه وقللي من الجلوكاجون، وبالتالي لما الجلوكاجون يقل، هيقل الجلوكوز برودكشن في الليفر اللي هو الجلوكونيجينيز، فهيقل البلاد جلوكوز. وفي نفس الوقت الجي اي بي اللي هو الجاستريك انهبيتور بيبتايد، بيروح على البنكرياس برضو، وبيزود الانسولين سكريشن. يجي الدي بي بي 4 انزايم، يروح بعد ما دول يعملوا الاكشن بتاعهم، يروح مكسرهم وعمل لهم ان اكتيفيشن، ان اكتيف جليب 1 وان اكتيف جاستريك انهيبيتوري بيبتايد. يبقى احنا كده هنعرف الميكانيزم بتوع حاجتين. الجليب 1 ريسبتور اجونست ده هيروح على البنكرياس،
وهيخلي البيتا سيل تطلع انسولين، وهيخلي الالفا سيل تقلل الجلوكاجون، هيخلي الليفر يقلل الجلوكونيوجينيسيس، وهيخلي المصل تاخد الجلوكوز اللي موجود في الدم، وبالتالي النت ريزلت هيكون ديكريز البلاد جلوكوز. ده الجليب 1 ريسبتور اجونست. بالنسبه للدي بي بي 4 انزيم، احنا عندنا جروب من الدراجز اللي هما الدي بي بي 4 انهيبيتورز. لما ادي انهيبيتور للانزيم ده اللي كان بيكسر الجليب 1 والجاستريك انهيبيتوري بيبتايد اللي هما الانكريتينز، لما اعمل انهيبيشن ليه يبقى الجليب 1 والجي اي بي هيفضلوا فتره اطول ويعملوا الاكشن بتاعهم. يبقى ده الميكانيزم في اكشن بتاع الجليب 1 والدي بي بي 4 انهيبيتور. علشان كده مش هينفع ادي الجليب 1 ريسبتور اجونست مع الدي بي بي 4 انهيبيتورز، ما يتاخدوش مع بعض، ما هو اصلا نفس الميكانيزم في اكشن. يعني انت كمان ممكن تدخل عين في هايبوجلايسيميا لو اخدهم هما الاثنين مع بعض، لان الدي بي بي 4 انهيبيتور هيمنع تكسير الجليب 1، وانت كمان هتدي جليب 1 من بره فهتزود الانسولين سكريشن، فممكن العين يدخل في هايبوجلايسيميا. يبقى الاثنين اللي ما يتاخدوش مع بعض الجليب 1 ريسبتور اجونست مع الدي بي بي 4 انزيم انهيبيتورز، لانهم في الاخر هيشتغلوا بنفس الميكانيزم. الجليب 1 ريسبتور اجونست دول انجكتابل، الحاجه الوحيده الانجكتابل في التايب 2 دايابيتس اذر ذان الانسولين. يعني دول اللي هو ايه، الجليب 1 ريسبتور اجونست دول الانجكتابل. طيب ايه الدوز بتاعتهم بالنسبه للدولاجلوتايد اللي هو الترولستي؟ على فكره ده بيكلف المريض حوالي 1700 ل 1800 جنيه في الشهر. هو بيتاخد حقنه اسبوعيه، الدوزز بتاعته او الافيلابل كونسنتريشنز 75 ملي جرام على نص ملي، او 1.5 ملي جرام على نص ملي، او 3 ملي جرام على نص ملي، و 4.5 ملي جرام على نص ملي. طبعا الحقنه دي بتتاخد اسبوعيا، يعني المريض بياخد 4 حقن في الشهر. الشهر بيكلف المريض حوالي 2000 جنيه. طبعا بتبتدي بجرعه قليله اللي هي 75 ملي جرام، وتعمل اب تايتريشن كل شهر، ممكن توصل للماكسيمم دوز اللي هي 4 ملي جرام على نص ملي، الحقنه 4 ملي 4.5 ملي جرام. ده لو لقيت المريض ده يعني اللي بياخد ب 2000 جنيه في الشهر حاجه من ادويه السكر، يعني جزء كمان مش من كل الادويه، ده يبقى انت برضو دكتور مش هو بس. بالنسبه للسايد افكتس بتاعه الترولستي، ممكن يعمل نوزيا، ممكن يزود الاميليز واللايبيز اللي هو البنكرياتايتس يعني، وممكن يعمل دايريا، وكمان بيبقى السايتو في الانجكشن ممكن يحصل منه رياكشن. وقالوا ان الترولستي او الدولاجلوتايد ممكن يحصل منه في الناس اللي هم عندهم فاميلي هيستوري يعني للثايرويد سي سيل كارسينوما. بعد كده الليراجلوتايد اللي هو الفيكتوزا، ده بيكلف المريض حوالي 1400 جنيه. الليراجلوتايد ده بيتاخد وانس ديلي، هو فيه منه ال 18 ملي جرام على 3 ملي، وده بيتاخد الدوزز بتاعته هو عبارة عن ألم، فالألم ده بتتحرك بالنوب من تحت، لما تحرك النوب هيتكتب لك على في ورقة كده في النص بيتكتب عليها الجرعات، في 6 من 10 و1.2 من 10 و1.8 من 10. في الاول بتبتدي بال6 من 10 لمدة اسبوع، بعد كده بتزود لحد ال1.2 من 10، والماكسيمم دوز بتبقى ال1.8 من 10. هو ممكن يستخدم في حالات الرينال امبيرمنت، لكن في الاند ستيج رينال ديزيز مفيش اي معلومات عن استخدامه. ده اللي هو اللوراجلوتايد اللي هو الفيكتوزا. الفيكتوزا ده جرعاته بيبتدي 6 من 10، بيتاخد وانس ديلي. بعد اسبوع لو لقيت الدنيا ما زبطتش ممكن تعلي الجرعه، والماكسيمم خالص توصل ل1.8 من 10. السايد افكتس بتاعته برده بتبقى جي اي تي ابسيت، وممكن يحصل رياكشن مكان السايتو في انجكشن. تالت واحد الاكزينا تايد اللي هو البيتا، ده بيكلف حوالي 700 جنيه مصري، بس هو ده بيتعطي صبح وليل، يعني بيتعطي مرتين في اليوم، وانجكتابل سبكوتينيوس برضه. في منه تركيزين اللي هو 1.2 من 10 ملي فايل، وده فيه حوالي 300 مايك، وال2.4 من 10 ملي فايل فيه 600 مايك، لان كل ملي بيبقى فيها 250 مايك، فال1.2 من 10 فيها 300، وال2.4 من 10 فيها 600. البايتا بتبتدي ب5 مايك في الاول سبكوتينيوس كل 12 ساعة، 60 دقيقة يعني ساعة قبل ما يبتدي الاكل بتاعه،
وبعد شهر ممكن تزود الدوز لعشرة ملي لعشرة مايك كل 12 ساعة. ممكن يستخدم لحد كرياتين كليرانس 50%، تحت كده يفضل ان هو ما يستخدمش. سايد افكتس بتاعت البيضة، ممكن يحصل انجكشن سايت نوديول، انجكشن سايت رياكشن زي الباقيين، ونوزيا وفوميتنج دايريا جي اي تي ابسط اللي بيحصل معاهم، والسايت رياكشن بتاع مكان الحقنه. وقلنا في الدولا جلوتايد اللي هو التروليسيتي في حاجه مميزه اللي هو ثايرويد سي سيل كارسينوما، لو هو المريض اصلا معاه فاميلي هيستوري بكده. طيب ايه البينيفيتس من الجليب 1 ريسبتور اجونست؟ الفكره ان هما ما بيعملوش هايبوجلايسيميا، عشان كده المريض اللي بيبقى فيه عرضه للهايبوجلايسيميا او انت مش عايزه يدخل في هايبوجلايسيميا بتبقى من افضل التشويسز. كمان بيقلل الوزن، ان المريض اللي هو وزنه زياده او عايز يقلل الوزن بتاعه بيبقى من افضل التشويسز ان انت تبتدي تديله الجليب 1 ريسبتور اجونست. هو على الكارديو فاسكولار سيستم نيوترال، البيتا نيوترال، لكن الباقيين ممكن يكون ليهم بروتكتيف افكت. على السي كي دي بروجريشن الفيكتوزا لو ان هي اوف بينيفيت. دي الحاجات اللي موجودة في السوق المصري. التروليستي في منه 1.5 على نص ملي، وفي منه 75% على نص ملي. وفي هنا البيتا، البيتا 10 مايك، او ممكن بيبتدي بالخمسة مرتين وبعد كده بياخد العشرة مرتين. الفيكتوزا ده برضو قلم، وده النوب بتاعه، ودي بيبان مكان الجرعة، مثلا 6 من 10، 1.2 من 10، 1.8 من 10 الماكسيمم. الفيكتوزا بيتاخد وانس ديلي. تمام، نيجي بقى للمجموعة التانية اللي تقريبا نفس الميكانيزم في اكشن، دي بي بي فور انهيبيتور. الدي بي بي فور انهيبيتور من الفيلدا جليبتين زي الجالفاس، الساكسا جليبتين الانجلايزا، لينا جليبتين التراجنتا، السيتا جليبتين الجانوفيا، والالو جليبتين زي الانهجليب. في حاجات تاني زي الانا جليبتين والتينا جليبتين والباقيين دول مش بيستخدموا في مصر. طيب ده برضو الميكانيزم في اكشن، ان احنا قلنا الدي بي بي فور انزيم انهيبيتور بيعمل انهبيشن للانزيم اللي بيكسر الانكريتينز اللي هما الجلوكاجون لايك بيبتايد 1 والجاستريك انهبيتوري بيبتايد. لما نعمل انهبيشن للانزيم ده بتزود الجليب 1 والجي اي بي اللي هما الانكريتينز، فبيشتغلوا على البنكرياس يعملوا انهبيشن للالفا سيل، ويعملوا ستيميوليشن للبيتا سيل تطلع الانسولين، ويقللوا الجلوكونوجينيسيس من الليفر، وبالتالي يزودوا الجلوكوز ابتيك في المصل، وفي الاخر هيعمل ديكريز في البلاد جلوكوز. الدوز بتاعته الفيلدا جليبتين اشهرهم زي الجلفس، بس هو فيه حاجات كتير يعني، مش الجلفس بس، فيه شوجارلو وجلفس وفيلدا جلوز، حاجات كتير يعني. في الجرعات بتاعته 50، الماكسيمم انك توصل للمية. السيتا جليبتين زي الجانوفيا 50، والماكسيمم انك توصل للمية. الساكسا جليبتين زي الانجلايزا 2.5، والماكسيمم 5. اللينا جليبتين زي التراجنتا 5 ميلي جرام. الالو جليبتين زي الانهي جليب والبراند جليم 6.25 و12.5، والماكسيمم 25. المجموعة دي بتتاخد بعد الغداء لو هتتاخد وانس، بتتاخد بعد الفطار والعشاء لو هتتاخد توايس. يبقى بتتاخد بعد الغداء لو هي وانس، بعد الفطار والعشاء لو هي توايس. ايه السايد افكتس من الدي بي بي 4 انهيبيتور؟ برضو قصه الجي اي تي بروبلمز مع الاورال هايبوجلايسيميك دراجز كلها موجوده. ممكن يحصل جاسترونتستينال بروبلمز زي النوزيا والدايريا والاستومك بين، ممكن فلو لايك سيمتومز الهيديك الراني نوز السور ثروت، سكير رياكشن، الاكيوت بانكرياتايتس. الساكسا جليبتين اللي هو الانجلايزا ده بوتنشال ريسك للهارت فيلير، عشان كده احنا قلنا في حالات الهارت فيلير هنستخدم الدي بي بي 4، هنبعد عن الساكسا جليبتين اللي هو الانجلايزا، علشان ده بوتنشال ريسك للهارت فيلير. طب ايه البينيفيتس من الدي بي بي 4 انهيبيتور؟ دول بيبقوا اقل حاجه في الهايبوجلايسيميا، فعشان كده لو بتختار مجموعه لناس بيدخلوا في هايبوجلايسيميا يبقى يفضل الدي بي بي 4 انهيبيتور.
لكن هي نيوترال افكت على الويت، لا هي بتزود ولا بتقلل، وليها نيوترال افكت على الكارديو فاسكولار والسي كي دي فيما عدا الساكساجليبتين، قلنا ان هو ممكن يبقى بوتنشال ريسك للهارت فيلير. المجموعه دي بيبقى فيها دوز ادجستمنت في الرينال امبيرمنت زي الجلفاس الفيلداجليبتين والجليبتاس برضو فيلداجليبتين والشوجر لو فيلداجليبتين والفيلداجلوز برضو فيلداجليبتين، بعد كده الجانوفيا السيتاجليبتين الانهجليب الوجليبتين التروجينتا لينا والانجلايزا ساكساجليبتين. بعد كده في منهم كومبايند مع الميتفورمين الجالفازميت 50/500 وفي 50/1000، الجليبتاس بلس 50/1000 اللي هو الفيلدا جليبتين 50 مع ميتفورمين 1000، الشوجرلو بلس برضو فيلدا جليبتين 50 مع ميتفورمين 850، في الجانوميت السيتا جليبتين مع ميتفورمين، انهيباميت اللي هو الالو جليبتين مع ميتفورمين، وفي البراندا جليم اللي هو الالو جليبتين وبراندا جليم ميت اللي هو الالو جليبتين مع الميتفورمين. دي المجموعه دي اللي هي الدي بي بي 4 انهبيتور وهي كومبايند مع الميتفورمين. بعد كده ندخل على المجموعه الثالثه، مجموعه الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2 انهبيتور اسجلت 2 انهبيتور اللي موجودين عندنا الثلاثه دول وبنستخدمهم الكانا جليفلوزين انفوكانا، الدابا جليفلوزين الفورسيجا، والامبا جليفلوزين اللي هو الجارديانس. بعد كده في اورتو جليفلوزين وفي حاجات تاني موجوده بس تستخدم بره مصر. طيب الميكانيزم اوف اكشن بتاعها، احنا عندنا الصوديوم ترانسبورت او الصوديوم ري ابزوربشن في النيفرون، بيحصل في كل بورت من النيفرون بيحصل شويه صوديوم ري ابزوربشن لحد ما في الاخر في الكوليكتنج تيوبيول بينزل 1% من الصوديوم. بالنسبه للبروكسيمال كونفليوتد تيوبيول بيحصل 67% ري ابزوربشن للصوديوم. الري ابزوربشن ده بيحصل بالنسبه للبيزل بوردر اللي هو ناحيه البلود بيبقى فيه صوديوم اي تي بيز، فبيحصل برايمري اكتيف صوديوم بامبنج من السيل دي توصل للبلد، فبالتالي الصوديوم بيقل هنا لان هنا في اكتيف بامبنج على اليومينال على البيزل بوردر. على اليومينال بوردر الصوديوم بيدخل مع على كارير مع حاجة تاني يا اما جلوكوز او امينو اسيد او فوسفيد، فبيبقى سكندري اكتيف ترانسبورت علشان في هنا بامبنج على البيزل بوردر. فعلى اليومينال بوردر بيحصل سكندري اكتيف ري ابزوربشن للصوديوم مع الجلوكوز او الامينو اسيد او الفوسفيت. الترانسبورتر اللي بينقل الصوديوم والجلوكوز اسمه صوديوم جلوكوز ترانسبورتر، فبالتالي لما اعمل انهيبيشن للترانسبورتر ده لا الصوديوم هيقدر يدخل ولا الجلوكوز هيقدر يدخل، فبالتالي الصوديوم والجلوكوز هينزلوا في اليورين. يعني الرول بتاع الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر انهيبيتور ان هو ينهبت الكارير ده، فبالتالي هيخلي الصوديوم والجلوكوز ينزلوا في اليورين. ده الميكانيزم في اكشن بتاع الاسجلت 2 انهيبيتورز. طيب ايه الدوز بتاعتهم؟ الكانا جليفلوزين اللي هو الانفوكانا في منه 100 و300، طبعا لو جي فار اقل من 60 هيحتاج دوز ادجستمنت، ال 300 دي ماكسيمم دوز بتاعته. الدابا جليفلوزين اللي هو الفورسيجا في منه 5 و10، ال10 دي الماكسيمم دوز بتاعته وهو ما يستخدمش في جي فار اقل من 30%. الامبا جليفلوزين اللي هو الجارتينز في منه 10 والماكسيمم 25 و نوت ان جي فار اقل من 45. يبقى الثلاثه اللي موجودين الكانا جليفلوزين الانفوكانا 100 والماكسيمم 300، الدابا جليفلوزين 5 والماكسيمم 10، والامبا جليفلوزين 10 والماكسيمم 25. المجموعه دي يفضل انها تتاخد الصبح قبل الفطار، هي بتعمل صوديوم جلوكوز ترانسبورتر انهيبيشن، فبالتالي بتزود الصوديوم والجلوكوز في اليورين، فبالتالي بتعمل دايوريزيس، فالعيان اللي هياخدها هيحصل له دايوريزيس فبالتالي ياخدها الصبح قبل الفطار. السايد افكتس بتاعتها هي بتنزل الجلوكوز في اليورين، فبالتالي ممكن يحصل يو تي اي ريكورنت كمان خاصه مع الفيميلز اللي هم بيبقى اصلا معاهم شورت يوريثرا وبيريدوس بوزد من الاول انه يحصل لهم يورينا تراكت انفكشن، لما تلاقي جلوكوز كمان نزل في اليورين هيبقى عرضه اكتر،
فلما تلاقي ان العيان اللي ماشي على السجلت دو دايما بيشتكي من يورين تراكت انفيكشن وريكورنت معاه، خلاص يبقى ياخد حاجة تاني غيره. ممكن يحصل منها ديسليبيديميا، فورني جانجرين، الكانجلوفلوزن، يعني قالوا انه في سايد افكت ده ممكن يحصل معاها. ممكن تدخل العيان في نورمو جلايسيميك دي كي ايه، المريض يبقى بينزل الجلوكوز في اليورين، فبالتالي السيرم جلوكوز بتاعه نورمال، لكن هو مش قادر يدخل الجلوكوز جوه السيلز لانه في ريلاتيف انسولين ديفيشنسي، فبالتالي المريض ده ممكن يدخل في نورمو جلايسيميك دي كي ايه لو هو ماشي عليها ودخل في ستريس او اي حاجه علت له النيد للانسولين. بالنسبة للمجموعة دي هي دلوقتي بروفد في النون دايابيتك هارت فيلير، علشان قصة الدايوريزز اللي بتعملها وان هم لقوا ان هو كمان كارديو بروتكتيف. لكن اللي ما فيش دراسات عليه او كان في دراسة عليه واتلغت، اللي هي بتاعت ان هو يستخدم في تايب 1 علشان قصة النورمو جلايسيميك دي كي، لان عيان تايب 1 ده اصلا ابسوليوت انسولين ديفيشنسي، فهو ما عندهوش انسولين يدخل الجلوكوز جوه السيلز. لما كمان انزله الجلوكوز في اليورين هيحتاج يكسر فات وبروتين ويكون كيتون باتس، فممكن يدخل في دي كي اي ويبقى نورمو جلايسيميك دي كي اي. ايه البنفيتس من المجموعه دي؟ ما بتدخلش المريض في هايبو جلايسيميا، ليها كارديو بروتكتيف افكت، بتقلل السي كي دي بروجريشن، وبتعمل ويت لوس، فهي من افضل المجموعات الموجوده بالنسبه للتايب 2 دايابيتس، نصرا لان هي في اد اون بينيفيتس. اكتر حاجه بتاد اون بينيفيتس في العيانين تايب 2 هي سجلت 2 انهبيتور، فدي من افضل المجموعات الموجوده بالنسبه لتايب 2 دايابيتس. الفورسيجا 10 تاخد الصبح قبل الفطار، في الفورسيجا ده اللي هو الدابجليفلوزين، انفوكانا كانجليفلوزين في 100 وفي 300، بعدين الجارديانز في منه 10 وجارديانز 25 اللي هو الامباجليفلوزين. الامباجليفلوزين في منه شركة ايفا عاملة ميليتوفيكس، وفي شركة تانية عاملة الامباكوزا 10 و25، والميليتوفيكس برضو في منه 10 وفي 25، وفي ميليتوفيكس ميت كمان اللي هو عليه الميتفورمين. بعدين ندخل على مجموعة السلفونيلوريا. زمان كانت مجموعة السلفونيلوريا لما نيجي نحكي عن الدايابيتس كانت بتأتي في المقدمة، دلوقتي السلفونيلوريا جت بعد ثلاث مجموعات غير مجموعة الميتفورمين، يعني جت بعد الجليب 1 ريسبتور اجونست والدي بي بي 4 انهيبيتور ومجموعة السجلت 2 انهيبيتور. السلفونيلوريا كان في فيرست جنريشن زمان كان بيستخدم، بس دلوقتي بقى السايد افكتس بتاعته الهايبوجليسيميا منه كتيره فبطلوا يستخدموه، وبقينا نستخدم السكند جنريشن. السكند جنريشن في منه شورت اكتنج الجليبيزايد واللونج اكتنج الجلايبنكلامايد اللي بيدلعوه جليبرايد والجليمبرايد. الميكانيزم اوف اكشن بتاع السلفونيلوريا هي سكريتا جوب، العصارة بتاعت البنكرياس هي السلفونيلوريا، بتفضل تعصر في البيتا سيل وتطلع الانسولين لدرجة ان هي ممكن تعمل اجهاد للبنكرياس في خلال 5 ل10 سنين، والمريض ده يحتاج ياخد الانسولين من برة. علشان كده يفضل انك تبتدي بحاجات ما بتشتغلش على البيتا سيل، ما تبتديش بالسكريتا جوك في تايب 2 علشان تعمل بريزيرفيشن للبيتا سيل لأطول فترة ممكنة، فهي بتزود الانسولين ريليز من البنكرياس من البنكرياتيك بيتا سيل ريسبونس تو ستيميليشن باي جلوكوز. ايه الدوز بتاعتها؟ الجليمبرايد اللي هو الاماريل في منه 1 و2 و3 و4 و8، طبعا الستارتنج دوز بتاعته بتبقى 1 ل2 ملغرام وانس ديلي، والمينتنس دوز من 2 ل8، هي الماكسيمم دوز اصلا 8. بتزود الدوز كل من اسبوع لاسبوعين كده، لو لقيت السكر لسه مش متظبط يبقى بتزود الدوز بتاعه الاماريل، بتتاخد مع الفطار الصبح. بعد كده الجلايكلازايد اللي هو الدايماكرون 30 و60، هو الدايماكرون العادي مش الموديفايد ريليز، بيبقى فيه تركيزات 80 و120، الماكسيمم من اللي هو 80 ده بيبقى 320، لكن الموديفايد ريليز اللي هو 30 و60، 30 تعادل 80، 60 تعادل 160،
احنا قلنا الماكسيمم 320، يبقى احنا معانا ندي الستين ده توايس، الستين توايس هو يعادل التلتمية وعشرين، لان ده موديفايد ريليس اللي هو الديماكرون 30 و60 ام ار اللي هو الجلايكلازايد. بعد كده الجلوبرايد او هو اسمه التاني الجلايبينكلامايد، في منه تركيز 1.25 و2.5 و5 زي الجلوكوفانز. الجلوكوفانز ده عبارة عن جلوبرايد بس معاه ميتفورمين، بتبتدي 2.5 ل5 والمينتنانس 2.5 ل20. هو الماكسيمم دوز بتاعته خالص 20، ممكن تطعتي وانس او تطعتي في ديفايد الدوز. لو زودت الدوز عن 10 يبقى يفضل ان انت تقسم الجرعة على مرتين، بتزود الجرعة كل ما تروح 2.5 على الاقل اسبوع مسافة ما بين كل ما تيجي تزود الجرعة، بيتاخد مع الوجبات. يعني لو اتاخد وانس ممكن يتاخد قبل الغداء او قبل الفطور، لو يتاخد توايس يبقى قبل الفطار والعشاء. بعد كده الجليبيزايد اللي هو الجلوكوترول، في منه 5 و10، المينتنانس بتاعته من 10 ل20، بتبتدي بال5 والمينتنانس من 10 ل20 والماكسيمم 40. الدوزز اللي اعلى من 15 يفضل انها تتاخد مرتين ديفايدد، يعني بتزود الدوز 2.5 ل5 كل اسبوع او اكتر، يعني عدة ايام، بيتاخد قبل الوجبة بنص ساعة. جلوكوترول 5 و10. السايد افكتس بتاعت السلفونايل يوريا، السلفونايل يوريا ممكن تعمل ويت جين، لان اصلا سكريتا جوجة على الانسولين، والانسولين معروف ان هو انابوليك على البروتين وعلى الفات، فبالتالي بتعمل ويت جين. تاني حاجة بتدخل العيان في هايبوجلايسيميا، ومجموعة السلفونيلوريا يفضل انك تبعد عنها في الهيباتيك ورينال امبيرمنت. ايه الادفانتج بتاعتها؟ ان هي رخيصة، ارخص حاجة في السوق هي السلفونيلوريا، وكمان هي نيوترال افكت على السي كي دي والكارديو فاسكولار ديزيز. هي ملهاش بروتكتيف افكت لكن ما بتضرش، يعني مش زي البايوجلوتازون مثلا او الريزوجلوتازون ان هم ممكن يعملوا اكسسربيشن لكونجست فارت فيلير، لا هم نيوترال، فبالتالي استخدامهم لا بيضر ولا بيفيد في السي كي دي والكارديو فاسكولار ديزيز، وفي نفس الوقت لو كوست، فهم مجموعه برضو تستخدم بكثره هنا في مصر. الاماريل في منه 1 مللي جرام، 2 مللي جرام، 3 مللي جرام، وفي 4 مللي جرام، وفي اماريل ام اللي هو عليه الميتفورمين. دايماكرون في 60 و30 XR اللي هو الجلايكلوزايد. الديابيتا اللي هو الجلوبرايد 5 مللي جرام، في الجلايبوفين جلوبرايد مع ميتفورمين، في جلوكوفانز ميتفورمين مع جلايبينكلامايد، الجلايبينكلامايد هو الجلوبرايد، وفي جلوكوترول اللي هو جلايبيزايد. بعد كده اخر مجموعة خالص هنتكلم فيها هي مجموعة السايزوليداين دايونز اللي هم البيوجلوتازون اللي هو الاكتوز، والروزي جلوتازون اللي هو الافانديا. ميكانيزم اوف اكشن بيحسنوا الانسولين سنسيتيفيتي علشان بيشتغلوا على الاديبوس سيلز، وكمان ممكن يعملوا تشينج في الاديبوس تيشو ديستريبيوشن. فهم الاكشن المين اكشن بتاعهم انهم بيحسنوا الانسولين سنسيتيفيتي. البيوجليتازون اللي هو الاكتوس في منه تركيز 15 وتركيز 30، الماكسيمم دوز منه خالص ان العيان ياخد 45 و45، ده موجود كدوز واحده. يعني الروزيجلوتازون اللي هو الافانديا فيه 4 مللي جرام والماكسيمم منه 8 مللي جرام. الاثنين ما لهمش لين الادجستمنت، والاثنين يستخدموا كوشسلي في العيانين الهيباتيك، وكمان يفضل اننا نبعد عنهم في عيانين كونجست هارت فيلير ان هم ممكن يعملوا اكسسربيشن للهارت فيلير. ايه السايد افكتس منهم؟ السايزوليداين دايونز بيعملوا ويت جين، وكمان فلويد ريتينشن، دي اللي بتخلي العيانين بتوع الهارت فيلير ممكن يحصل لهم اكسسربيشن. كمان في البيوجلوتازون قالوا ان هو ممكن يعمل بلادر كانسر، والروزي جلوتازون بيعلي ال LDH، وفي ريسك البون فراكشر مع الاثنين. ايه البينيفيتس من المجموعه دي؟ المجموعه دي كويسه جدا في حاله الانسولين ريزيستنس، فبالتالي بتستخدمها وانس انك احتجتها هي او الميتفورمين.
بس هي ملهاش هايبوجلايسيميك افكت. يعني لو انت مريض عايز تستخدم له حاجة ما تدخلوش في هايبوجلايسيميا برضو، دي من ضمن التشويسز، وكمان رخيصة. اللو كوست بتاعها هي نيوترال على السي دي بروجريشن وبوتنشال بينيفيت على الاثروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز، في خاصة البايوكليتازون، بغض النظر عن انهم في الكونجستيف هارت فيلير ممكن يعملوا اكسسربيشن. لكن انت ممكن يجي عيان معهوش هارت فيلير، يعني الاجكشن فراكشن بتاعته نورمال بس معاه اثروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز ريسك، يبقى ممكن ياخد البايوجليتازون. ده الاكتوس اللي هو البايوجليتازون البراند، في منه 15 و30، وفي اكتوزون 45 15 و30، والافانديا روزي جلوتازون في منه 4 مللي جرام و8 مللي جرام. الزانوجلايد ده عاملاه شركة ايفا، ده عبارة عن جليم برايد مع بايوجليتازون، يعني ضايفة الامريل اللي هو سلفونالوريا يعني مع البايوجليتازون في حاجة واحدة اللي هو اسمه زانوجلايد. الجدول ده عاملاه الـ ADA، ده من احسن الجداول اللي موجودة في السمر بتاع الـ ADA للناس اللي هم البرايمري كير. ده بيقول لك ايه المجموعات بتاعت السكر كلها، الميتفورمين والسجلت 2 والجليب 1 والدي بي بي 4 والسيزوليداين دايونز والسلفونايلوريز. جايب كل مجموعة من دول وبيتكلم عن الافكس بتاعهم والريسك للهايبوجلايسيميا والويت تشينج، مين اللي بيقلل الوزن ومين اللي بيزوده، مين اللي ليه كارديو فاسكولار افكت كويس ومين اللي نيوترال ومين اللي ممكن يبقى هارمفول. وبعدين بيقول لك الكوست بتاع العلاج ايه، وبيتاخد اورال ولا سبكوتينيوس، الرينال اخباره ايه على البروجريشن بتاع السي كي دي، ولو هو كونترا انديكيتد او في مشكله في الدوزنج مع الرينال امبيرمنت. وفي الاخر بيتكلم عن اثر كونسيدريشن او اديشنال سايد افكتس موجوده مع العلاج. فقال لك الميتفورمين ده الافكس بتاعته هاي، ما بيدخلش المريض في هايبوجلايسيميا، بيعمل ويت لوس، ممكن يقلل وزن المريض، ليه بوتنشال بينيفيت على الاثروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز، لكن هو نيوترال على هارت فيلير وسعره رخيص وبيتاخد اورال ونيوترال على البروجريشن بتاع السي كي دي، ويفضل ان انا ابعد عنه لو الاستيميت جي اف ار اقل من 30 عشان ما دخلش العين في لاكتيك اسيدوزز. والسايد افكتس بتاعته ان هو بيعمل جي اي تي ابسيت وممكن يعمل فيتامين بي 12 ديفيشنسي. الاس جي ال تي 2 انهبيتور قال لك ده انترميديت افيكاسي، ما بيعملش هايبوجلايسيميا، بيقلل الوزن، ليه بينيفيت على الاثروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز وعلى الهارت فيلر، خاصه الامباجليفلوزين والكاناجليفلوزين والدابجليفلوزين في حاله الهارت فيلر، لكن سعره غالي، هو بيتاخد اورال. قال لك البروجريشن بتاع السي كي دي بيقل في حالات الكاناجليفلوزين والامباجليفلوزين والدابجليفلوزين اللي احنا بنستخدمهم هنا في مصر، بيحتاجوا رينال دوز ادجستمنت. والحاجات التانية اللي هي البلاك بوكس اللي اتحطوا فيها الكاناجليفلوزين، ممكن يعمل اللي هو قلنا الفورنيجان جرين وجينيتورينر انفكشن وريسك للفوليوم ديبليشن وهايبوتنشن ويزود ال ال دي اتش. ده اللي هو اس جي ال تي 2 انهبيتور. الجليب 1 ريسبتور اجونست قال لك الافكس بتاعتهم عاليه، يعني ممكن يستخدموا مع الميتفورمين وخلاص ويبقوا اوف افكاسي، لكن وما بيدخلوش العين في هايبوجلايسيميا، وممكن يعملوا ويت لوس بيقللوا الوزن، لكن ليهم نيوترال افكت على الاثروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز. في حاجات منهم بينيفيشال، لكن النيوترال زي الاكزيناتايد على الهارت فيلير نيوترال، الكوست بتاعهم عالي خالص. الجليب 1 ريسبتور اجونست بيتاخدوا سبكوتينيوس، البنفيت ليهم بنفيت على السي كي دي بروجريشن زي الليراجلوتايد، ليهم رينال دوز ادجستمنت، كمان الاذر اديشنال سايد افكتس زي ما قلنا ان ممكن اللي هي الثايرويد سي سيل كارسينوما مع الليراجلوتايد، الجاسترونسينال سايد افكتس، وكمان الانجكشن سايت رياكشنز والاكيوت بانكرياتايتس ريسك.
الدي بي بي 4 انهيبيتور دول انترميديت افيكاسي، ما بيدخلوش العيان في هايبوجلايسيميا، ليهم نيوترال افكت على الويت، لا بيزودوا الوزن ولا بيقللوه، ليهم نيوترال افكت على الاثيروسكلروت كارديو فاسكولار ديزيز. الساكسكليبتين اللي احنا قلنا ان هو ما بيستخدمش في الهارت فيلير. بعد كده الكوست بتاعهم عالي، بيتاخدوا اورالي ونيوترال افكت على السيكي دي بروجريشن، وبيحتاجوا رينال دوز ادجستمنت في بعض منهم، وفي حاجات منهم ما بتحتاجش دوز ادجستمنت. في بوتنشال ريسك من اكيوت بانكرياتايتس وجوينت بين. السايزوليدين دايونز ودول هاي افيكاسي، ما بيدخلوش في هايبوجلايسيميا، ممكن يعملوا ويت جين، بيزودوا وزن المريض. في بوتنشال ريسك على الاثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز مع البايوجلوتازون، بوتنشال بنفيت سوري، بيزودوا الريسك هما الاثنين البايوجلوتازون والروزجلوتازون على الكونجستيف هارت فيلير، ممكن يدخلوا في اكسسربيشن. الكوست بتاعهم رخيص، الاورال بيتاخدوا اورال ونيوترال افكت على السيكي دي، وما لهمش دوز ادجستمنت في السيكي دي، بس ممكن يعملوا سايد افكتس تانية زي الفلويد ريتينشن، وممكن يعملوا بوم فراكشر او بلادر كانسر في البايوجلوتازون، او يزود ال ال دي اتش الروزجلوتازون. السلفونيلوريا الافكاس بتاعتهم هاي، ممكن يدخلوا في هايبوجلايسيميا، يبقى دي المجموعه الوحيده في كل المجموعات اللي فوق دي اللي تدخل في هايبوجلايسيميا، مجموعه السلفونيلوريا. الويت جين ممكن يحصل معاهم، ليهم نيوترال افكت على الاثيروسكلروتيك وعلى الهارت فيلير. الكوست بتاعهم هم ارخص ادويه موجوده بالنسبه للسكر، بيتاخدوا اورال، ليهم نيوترال افكت على السيكي دي بروجريشن، النوت ريكومندد ان انا استخدمه اصلا في عيانين الرينال، كمان بيزودوا الريسك للكارديو فاسكولار مورتاليتي بيزد على اللي هم الاولدر جينيريشنز، يعني مش الجينيريشنز اللي احنا بنستخدمها حاليا. دي بتلخص كل ادويه السكر اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شويه. وهي الورقه دي يعني انا عن نفسي طبعاها وحطاها كده بنفس الالوان دي، وبستخدمها كتير لان هي بتلخص كل الادويه اللي فاتت دي. جايه اكمل معاكم باقي المواضيع اللي كنا قلنا ان احنا هنتكلم عليها تاني في الدايابيتس، واي اسئله توصلني سواء في الكومنتس او في الانبوكس هبقى اجاوبكم عليها باذن الله بالنسبه للفيديو القادم باذن الله. وشكرا لمتابعه حضراتكم.